بسم الله من أقوى الآيات اللي تدل على ولاية أهل البيت بشكل عام والإمام أمير المؤمنين بشكل خاص هي آية التطهير، واللي تنص على أن هؤلاء الأشخاص اللي لقبهم أهل البيت هم مطهرين من كل رجس، أي بعبارة أخرى معصومين عن الذنوب، ولذلك يستحقون الاتباع أكثر من غيرهم، لأن منطقيا كلامهم وأفعالهم كلها صحيحة وما بيها غلط، فاللي يريد الطريق الصحيح مفروض يمشي وراهم. الآية بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اتفقوا كل المسلمين على نزول هذه الآية في 5 أشخاص، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وهم ذول الأشخاص فقط اللي اتفقت عليهم كلمة المسلمين، وأما غيرهم من نساء النبي فتدل حادثة نزول الآية إنهن ما مشمولات بلفظة أهل البيت في الآية. ينقل الطبري بتفسير جامع البيان في تفسير آية القرآن، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم، والشوكاني في فتح القدير اللي تعتبر من أمهات التفاسير عشرات الصفحات عن سبب نزول الآية، يقولون حدثني من سمع أم سلمة رضي الله عنها تذكر أن النبي كان في بيتها فأتته فاطمة رضي الله عنها بخزيرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادعي زوجك وابنيك، قالت فجاء علي وحسن وحسين رضي الله عنهم فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامة له، وكان تحته صلى الله عليه وسلم كساء خيبري، قالت وأنا في الحجرة أصلي، هاي أم سلمة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت رضي الله عنها فأخذ صلى الله عليه وسلم فضل الكساء فغطاهم به ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت فأدخلت رأسي البيت فقلت وأنا معكم يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إنك إلى خير إنك إلى خير. عن أبي سعيد عن أم سلمة قالت إن هذه الآية نزلت في بيتي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت وأنا جالسة على باب البيت فقلت يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنك إلى خير، أنت من أزواج النبي. قالت وفي البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم.